لليوم 27 غزة على حالها بين النار والحصار، وحماس تعلن التصدي للتوغل الإسرائيلي. ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 9000 منذ بدء الحرب في غزة، وإسرائيل تقر بمقتل 20 من قواتها. انطلقت من لبنان صواريخ القسام تشعل الحرائق في كريات شمونة، وإسرائيل ترد بتوسيع نطاق هجماتها على الجنوب. الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خيارات ما بعد الحرب في غزة، وحماس تستبق وترفض أي دعوة لإدارة القطاع دوليا. خبراء أمميون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة ويحذرون الشعب الفلسطيني يواجه خطر الإبادة الجماعية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، نواصل نقل الأخبار من قطاع غزة. ومن خلفي مسدد فأغشيناهم فهم يبصرون. זה הבית הראשי שנפגע, פה הבית הזה, כל החלונות התנפצו, והבית ההוא, תכף אני גם אצלם לך מקרוב, גם כן נפגע, ושם יש מכונית שנשרפה. סך הכל הבית הזה שתי קומות ויש קומת מרתף מינוס אחד. في غزة ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 9000، فيما أعلنت إسرائيل أنها تتمسك بالمخطط ومستمرة فيه. قالت إن الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل في غزة هي الأكثر دموية منذ سيطرة الحركة على القطاع، والأرقام تؤكد ذلك. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحرب في غزة إلى 9061، من بينهم 3760 طفلاً. ولليوم 27 على التوالي يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من منطقة. والمتحدث باسم وزارة الصحة بغزة حذر من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل، مضيفا أن إسرائيل ارتكبت 15 مجزرة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 256 فلسطينية. We'll be right back.
هذا واستهدف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة عفان في منطقة المغازي وسط قطاع غزة، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا، فيما لا تزال عملية البحث عن ناجين مستمرة حتى الآن. سلطات غزة أفادت بأن 195 شخصا قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الحرب في غزة إلى 8800، من بينهم قرابة 3700 طفل. واليوم جرى انتشال جثث 27 شخصا لقوا حتفهم جراء استهداف مدرسة في معسكر جباليا بشمال قطاع غزة. في الموازاة تتواصل الغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة، وهما تسبب بدمار واسع في بلدة خزاعة وبنيتها التحتية وخطوط المياه والكهرباء فيها، لكن هذا لم يؤثر على قرار بعض السكان بالبقاء، ونزح عدد كبير من سكان البلدة إلى مناطق في وسط خان يونس، لكن من بقي منهم يؤكد عزمه عدم مغادرتها حتى لو اضطر إلى المبيت فوق الركام. بلدة خزاعة بلدة حدودية تطنها حوالي 15,000 نسمة، و60% من عدد السكان هم أطفال، وفي هذه الحرب الاحتلال أجهد على جميع البنية التحتية، خطوط مياه، خطوط كهرباء، ولا حوالي 80% من بلدة خزاعة حاليا لا تصلح للسكن. 3000 وحدة سكنية تم تدميرها بالكامل. نحن جالسين في بيوتنا فوق الركام، ولن نتحرك من هذه البيوت ولو هدمت فوق رؤوسنا، ونشكر الله عز وجل على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا، وهذا هو قربان منا لله عز وجل. من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. مرحبا بك أحمد، استطلع منك الوضع الميداني والأرقام الجديدة اليوم وما أتى عليه الجيش الإسرائيلي بأنه يطوق مدينة غزة. نعم، الوضع الميداني على حاله حسين، القصف ما زال متواصلا. قبل قليل كانت هناك استهداف لمنزل لعائلة الغول في منطقة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، أسفرت عن 6 ضحايا وعشرات الإصابات. سبق أيضا استهداف في حي الزيتون، أسفر أيضا عن عدد من الضحايا والإصابات. أيضا في مخيم جباليا وفي مخيم البريج وسط القطاع كانت هناك استهدافات لمربع سكني تم استهدافه ومسحه بشكل كامل، أسفر عن عدد كبير من الضحايا وأيضا المئات الإصابات. حتى اللحظة لم تعلن وزارة الصحة الرقم الصحيح والحقيقي حول الضحايا جراء هذه الاستهدافات لمخيم البريج وسط القطاع، بالإضافة أيضا استهدافات في المنطقة الشمالية لقطاع غزة في بلدة بيت لاهيا وبيت حنون ومخيم جباليا. كانت هناك غارات عنيفة في الأثناء تتواصل من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية التي تتمركز شرق هذه المنطقة الشمالية لقطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى أحزمة نارية استخدمتها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه يعني ومحيط أيضا مستشفى القدس في حيتل للهوى جنوب مدينة غزة. حتى اللحظة الغارات والقصف ما زال متواصلا سواء من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي أو من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق كافة أنحاء القطاع.
هذا بالإضافة على الأرض زميلي، ما زالت الدبابات الإسرائيلية تتمركز في محورين. المحور الأول هو شمال غرب مدينة غزة في منطقة الكرامة في بيت لاهيا، ما زالت الاشتباكات تدور حتى هذه اللحظة بشكل عنيف ومركز بين جنود الجيش الإسرائيلي وعناصر كتائب القسام بكل أنواع الأسلحة التي يتم استخدامها في هذه الاشتباكات العنيفة. المحور الثاني هو في شارع صلاح الدين في جنوب مدينة غزة في حي الزيتون، حيث تتمركز الدبابات الإسرائيلية هناك وتدور اشتباكات عنيفة أيضا في تلك المنطقة. استخدمت كتائب القسام كما تقول أسلحة من نوع قذائف الهاون وأيضا قذائف الياسين 105، وأنها أجهزت ودمرت أكثر من دبابة وجرافة إسرائيلية في ضوء أو في على ضوء هذه الاشتباكات العنيفة التي تدور في هذه المحاور. حتى اللحظة التقدم يأتي أيضا وفق غطاء من الدبابات الإسرائيلية التي تقصف منازل المواطنين والأراضي الزراعية في هذه المناطق التي يتمركز بها الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة ما نعلمه من مصادرنا أن الاشتباكات تدور بشكل عنيف في هذه المحاور. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم مقتل 2 من جنوده جراء هذه الاشتباكات منذ ساعات الصباح وحتى الآن، وهي مستمرة بشكل عنيف ومركز مع جنود الجيش الإسرائيلي وأيضا عناصر كتائب القسام في هذه المناطق. طيب أحمد، كذلك أسألك عمن تسجل أسماءهم من أجل المغادرة، فيما إذا كانت هناك لوائح جديدة الآن أو عمل على ذلك. معبر رفح فتح لليوم الثاني على التوالي زميلي، خرج اليوم 21 مصاب وأيضا 345 من الرعاية الأجانب وحملة الجنسيات الأجنبية عبر معبر رفح، ودخلت 45 شاحنة عبر المعبر محملة بالمساعدات والمستلزمات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة. غدا سوف يبقى المعبر رفح مفتوحا أمام سفر الجرحى وأيضا المساعدات الإنسانية وأيضا لسفر الجوازات الأجنبية أو أصحاب الجوازات الأجنبية داخل القطاع. حتى اللحظة يعني مجموع ما تم خروجه من قطاع غزة من باتجاه المستشفيات المصرية عبر معبر رفح من المصابين أكثر من 100 مصاب خرجوا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. بخصوص الرعاية الأجانب، بالأمس خرج 300 من أصحاب الجوازات الأجنبية واليوم خرج 345، وبالتالي نحن نتحدث عن سلاسة وتدفق عبر معبر رفح للمصابين والجرحى من داخل مستشفيات القطاع وأيضا لأصحاب الجوازات الأجنبية. وحتى اللحظة الخارجية المصرية تقول بأن عدد الرعاية الأجانب في قطاع غزة 7000، وهي تعمل على إجلائهم خلال الأيام القادمة، وأن معبر رفح بذلك سوف يبقى مفتوحا طوال هذه الأيام حتى يتم خروج مزيد من المصابين داخل المستشفيات الذين إصابتهم خطرة وحرجة، بالإضافة إلى 7000 يعني مواطن من أصحاب الجوازات الأجنبية داخل القطاع. شكرا جزيلا لك من خان يونس مراسل حدث أحمد حرب. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 3 شبان، واحد في نابلس والثاني في قلقيلية والآخر في مدينة البيرة. واقتحمت القوات الإسرائيلية البيرة المجاورة لمدينة رام الله في دخول نادر بوضح النهار وفي المنطقة القريبة من مقر الرئاسة الفلسطينية ومنزل الرئيس محمود عباس، كما اعتقل الجيش الذي وصل المدينة مشياً حاجز عسكري مجاور فلسطينيين 2.
وفي قرية دير شرف غرب مدينة نابلس أحرق مستوطنون المحلة التجارية وسيارات فلسطينية وهجموا عابري السبيل. احتراق محلات تجارية بعد دير شرف باتجاه طول كرم، أصوات انفجارات داخل المحلات، صوت البضاعة اللي فيها. مواجهات عنيفة ما بين الشباب والمستوطنين، الجيش بيحاول يحمي المستوطنين. المستوطنين قبل شوي كانوا غنوا احتفال باللي حركوه. من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث خالد القاسم. خالد مرحبا بك، نستطلع منك الوضع المتأزم في مدن الضفة الغربية، مدينة البيرة على وجه التحديد. خالد تسمعني؟ خالد نعم، إذن نتابع مشاهدينا ريثما يتم تجهيز خالد، نتابع هذه الصور. زجاج، نعم هناك اطلاق نار. يعني انزل، ايش اجت في رجلك؟ لا مش رصاصه، شظايا. طب انتبه لحالك، ارجع. نعم هم يطلقون الرصاص كما تشاهدين، يعني اطلقوا الرصاص باتجاه هذا الزجاج حيث نقف نحن من الاسفل. تمام، شو لا بسيط كما تشاهدين، يعني اطلقوا. طريق نعود الى الخلف بسبب ان اطلاق الرصاص يستهدفنا هنا نحن على يعني على سطح المنزل، من هذا على سطح المبنى. إيه؟ كما تشاهدين يعني هناك اطلاق رصاص مباشر صوب الزجاج هنا على زجاج المكتب، وهناك شظايا على الارض بسبب اطلاق الرصاص من الاسفل من قبل الجيش الاسرائيلي في هذا الاقتحام المفاجئ الحقيقه لمدينه رام الله والبيره. من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث خالد القاسم، مرحبا بك خالد. نستطيع منك الوضع في مدن الضفة الغربية وما جرى في البيرة والمناطق حتى التي كانت في رام الله بالقرب من منزل الرئيس محمود عباس. بالقرب من مكتبنا، يعني سقط فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي هنا تحت مكتب الحدث أثناء ظهور الزميل عبد الحفيظ بمباشر، حيث اجتاحت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي سيرا على الأقدام وبجبات عسكرية المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وتحديدا على شارع نابلس. جرت هناك مواجهات مع الفلسطينيين، قتل الجيش الإسرائيلي فيها فلسطينيين واعتقل فلسطينيين آخرين. الآن الأحداث تدور في قرى مدينة أو محافظة طول كرم، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي باقتحام العديد
من القرى والبلدات في طول كرم ويغلقها بالسواتر الترابية بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار. يقول الجيش الإسرائيلي بأن جنديا احتياطيا قتل في هذه العملية عند بلدة بيت ليد. حتى هذه اللحظة لم نبلغ عن وقوع اشتباكات أو إصابات أو إذا ما تمت هناك عمليات اعتقال في بلدات وقرى محافظة طول كرم. صباحا أيضا قتل الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية فلسطينيا أثناء اجتياح الجيش للمدينة لتنفيذ عمليات اعتقال. أما الفلسطيني الرابع فكان في مدينة نابلس، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأن فلسطينيا كان يعالج في مشافي نابلس فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها الأسبوع الماضي أثناء مواجهات واشتباكات في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس. كما شاهدت حسين تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، كما عرضتم قبل قليل عندما قاموا برشق المركبات الفلسطينية المارة على الشارع الرئيسي ما بين قلقيلية ونابلس وتحديدا عند بلدة جيت الذي هاجمها أو هاجم مدخلها عدد كبير من المستوطنين وقاموا بإحراق المناطق الزراعية عند مدخل البلدة. كانت هناك الليلة الماضية أيضا حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 70 فلسطينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية. طيب خالد، يعني الأوضاع تتأزم وتتغير في مدن الضفة الغربية، يعني يوما عن آخر، يعني مختلفة منذ بداية ما جرى في قطاع غزة. مسألة الوجود الأمني، كذلك السيطرة، مسألة التفتيش موجودة بشكل مكثف طوال ساعات الليل والنهار. نعم، الطرق بين المدن الفلسطينية شبه متقطعة. على الفلسطينيين سلوك طرق ترابية وطرق جبلية ووعرة، إما بسبب وجود الحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة. بحسب الإحصائيات هناك أكثر من 300 حاجز جديد أضيفت في مناطق الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. الفلسطينيون نادرا ما يتنقلون ما بين المدن أو ما بين المدن والقرى المحيطة بها، لأن معظم البلدات والقرى تم إغلاقها بالسواتر الترابية أو البوابات الحديدية. أيضا هناك مخاوف من اعتداءات المستوطنين على مركبات الفلسطينيين المارة. الإجراءات العسكرية أحيانا ينتظر المسافر الفلسطيني عدة ساعات حتى يتم تفتيش مركبته ويمر. المسافة ما بين رام الله ونابلس تقريبا 45 دقيقة، تستغرق أحيانا 5 إلى 6 ساعات حتى تصل إلى من رام الله إلى مدينة نابلس. هذا على سبيل المثال. إذا أغلق مثلا حاجز الكونتينر فهو يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، هو الممر الوحيد باتجاه محافظتي الخليل وبيت لحم. مداخل أريحة جميعها عليها حواجز عسكرية. مدينة نابلس مغلقة ببوابة حديدية وبالحواجز العسكرية، وأيضا الطرق الالتفافية فيها معظمها مغلقة. شكرا جزيلا لك، والحمد لله على سلامتكم جميعا خالد وعبد الحفيظ وكل الزملاء في المكتب بسبب الأحداث الجارية من حولكم. خالد القاسم من رام الله، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط كبير وإصابة 3 جنود خلال العمليات الدائرة في قطاع غزة. وكشف الجيش الإسرائيلي أن الضابط هو قائد الكتيبة 53 من اللواء 188 مدرعات، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتله. وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا خلال الهجوم البري على قطاع غزة إلى 20 جنديا و333 منذ بداية الحرب. Thank you.
zdaj zelo 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 בחלק המערבי של המבנה. חיובי, מדובר במסגד שבתוכו יש חוליה שמאיימת על הכוח. קיבלתי ימינה. מה אתה רואה? אוקיי, עדיין יורים על הגג, 2-3, שם פגיעה. אוקיי, פגיעה טובה. אוקיי, יש ירי נוסף כנראה מהחלון הצפוני, מזרחי. אנחנו מיד נכנסים לביצוע, 2-3, שגר. עוד רגע הם יהיו ביום, אני אוכל להראות לך, להגיד לך איך הם נראים. הוא תקבל מבחינתנו רשאי. وفي حديثه عن العمليات البرية في غزة قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات ستواصل التقدم في غزة بحسب الخطط الموضوعة. بسموخ لبيت سفر. سنواصل التقدم في غزة حسب الخطط الموضوعة وسنعمق عملياتنا في القطاع وسندافع عن الحدود الشمالية برا وبحرا وجوا وسنواصل ضرب أهداف عدة تابعة لحزب الله. لقد قمنا بإبلاغ 242 عائلة من عائلات المخطوفين وأبلغنا 332 عائلة من عائلات جنودنا الذين قتلوا في الحرب. من القدس مراسلة الحدث لنا كل غاسي لنا نستطلع منك آخر أخبار الميدان والعمليات العسكرية والحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على قطاع غزة، فيما إذا كان هناك أي قرارات جديدة ومسألة الأرض. نعم، دعني فقط أشير إلى آخر التطورات الميدانية. نتحدث عن إطلاق أو تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف. فقط قبل 3 دقائق تقريبا رشقة صاروخية جديدة أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة، تحديدا منطقة الشمال قطاع غزة. نتحدث عن أسدود وعسقلان وعدد من المستوطنات الشمالية. إضافة لذلك، كان آخر هذه الرشقات قبل 3 ساعات تقريبا، وتم إطلاق عدد أيضا من الصواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف. منذ صباح اليوم نتحدث عن ربما 15 رشقة صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، والقبة الحديدية أيضا استطاعت إسقاط عدد من هذه الصواريخ. ولكن اللافت كان الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان، نتحدث عن 12 صاروخا أطلقوا من الجنوب اللبناني نحو مستوطنة كريات شمونة، وكانت أيضا حركة حماس قد تبنت إطلاق هذه الصواريخ. كريات شمونة بالأساس هي من أكبر المستوطنات في الجليل الأعلى، وأيضا القوات الإسرائيلية كانت قد طلبت إخلاء معظم هذه المستوطنة. نتحدث عن 23,000 إسرائيلي ومستوطن يسكنون في هذه المنطقة تم إخلاءهم، ولكن كان هناك إصابات بشكل مباشر من هذه الصواريخ ما أدت إلى إحداث حريق في أحد المباني والمنازل في تلك المنطقة. أيضا إصابة إسرائيليين 2 بجروح متوسطة بسبب شظايا الصواريخ التي أصيبوا بها. شكرا جزيلا لك من القدس مراسلة الحدث لنا كل غاسي. كتائب القسام قالت بدورها إنها استهدفت عدة آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع في أكثر من محور ما أدى إلى تدميرها. هذا ولا تزال اشتباكات عنيفة تدور بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أكثر من محور بغزة. كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن تكلفة الأسابيع 3 الأولى من الحرب على غزة بلغت نحو 7.5 مليار دولار حتى الآن. وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن نفقات القتال وحدها وصلت إلى 20 مليار شيكل، ما يعني أن كلفة اليوم الواحد في الحرب يقدر بنحو مليار شيكل. كما كشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن هناك نفقات أخرى كثيرة إلى جانب نفقات الأمن، منها على سبيل المثال تكلفة إخلاء أكثر من 100,000 مستوطن والتي وصلت إلى 1.7 مليار شيكل.
دعت منظمة الصحة العالمية إلى الوصول العاجل والسريع للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقال ممثل المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة إن المنظمة تمكنت من تقديم بعض المساعدات للمستشفيات في غزة، لكنه حذر من أنها مجرد قطرة في محيط مما هو مطلوب. إمدادات منظمة الصحة العالمية التي وصلت عبر معبر رفح تم توزيعها على الفور على 7 مستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة، لكن لسوء الحظ هذه الإمدادات الضرورية هي مجرد قطرة في محيط الاحتياجات. منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وصول عاجل للمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء قطاع غزة. وللمزيد مشاهدين حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، زميل محمد فروانة يستطلع معنا أبرز هذه الأوضاع وما وصل إليه الحال في قطاع غزة. مرحبا بك محمد، نستطلع منك هذه التفاصيل الآن. شكرا لك، يعطيك العافية. كيف يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل الحرب؟ سؤال يجيب عليه أهل غزة، ولعل هذه السيدة تلخص الكثير من المعاناة. مصاب خالص، فيش مي نظيفة، فيش نوم نظيف، فيش أكل نظيف، فيش حياة نظيفة، حتى النوم اللي احنا بننامه في الليل البرد، بننام على البلاط على الأرض، أحيانا بنفرش حاجة رقيقة تحتينا وبنتغطى بحاجة رقيقة، إلا إنها على الفاضي، على الفاضي ما بتساوي شيء بالنسبة للوضع، يعني اليوم اللي الحياة الكريمة اللي كنا عايشينها. لا ماء، لا كهرباء، لا طعام ولا دواء، والحصول على إحداها يتطلب الانتظار في طوابير لساعات وتحت القصف. أزمة أجبرت بعض النسوة إلى صناعة الخبز في الأزقة والأحياء وعلى أرصفة الطرقات، هذا إن توفر الطحين أصلاً. أما الحصول على الدواء أو العلاج فأصبح بصعوبة بالغة. ممرات المستشفيات يفترشها النازحون، والمشافي تئن مهددة بالقصف، وبعضها توقف عن العمل وانقطعت عنها الكهرباء مع نفاد المستلزمات. الأطبية التي نعاني منها حاليا من غرز، من إبر، من أدوية قد نحتاجها خلال عملية الولادة، للأسف الشديد نعاني بشكل كبير من هذه الأمور وهذه المستلزمات. المحال التجارية أصبحت فارغة تماما من المستلزمات الأساسية، فالحصول على المواد الأساسية فقط بات مستحيلا. فيش كميات حتى أوفر للناس، والناس وضعها صعب، فيش توفير بالمرة، كل ما بنجيب كمية مول فيش عنده باقي البضايع، مثل اللحمة، مثل الجبنة، مثل القطلي، مثل الشاي، مثل السكر، ضعيفة، وطول الحرب هيك الوضع حيكون صعب. ورغم نيران القصف والصواريخ إلا أن قاتلاً من نوع آخر يهدد المواطنين هناك، مثل انتشار الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة. المية مالحة بتنشربش، يعني الله يكرمك، يعني انت لو حطيت على الحمار في الايام العاديه انت نفسك يعني بيهونش عليك تشربها للبهيمه، فما بالك انت الحين بتشربها غصب عنك وبتشربها لاولادك، وفيش دواء ان تعالجهم من الامراض اللي ناتجه عن الميه الملوثه هذه. بصير راسي يوجعني، بطني يوجعني، بكثير بيجين امراض من هذه الاشياء، وماما عيت وكل اخواتي عيوا من الميه الملوثه. أما السيارات وفي ظل انقطاع الوقود تماما عن القطاع، فلجأ بعض السائقين إلى تعبئة
زيت الطهي في سياراتهم وخلطه مع الوقود لتدبير أمورهم الحياتية. هذا سير جام، هذا هو. ها يعني انت ما فيش مثلا توفير بنزين لهم، توفير سولر لهم، فبالطار يخلط السولر مع البنزين مع السير عشان يمشي حاله برضه، والثاني وراه وصله وبده يعيش زيه زي غيره. يعني الوضع يعني صعب. ليس هذا فحسب، بل برزت العربات التي تجرها الدواب كوسيلة متداولة لنقل الناس والجرحى. الوقود نفذ من البلد، والغاز كل أنواع الغازيات نفذت من البلد يعني، فاضطرينا إنه نستعمل الكارة لأنها ما بتحتاج لوقود ولا شيء، لنقص الوقود الكبير اللي صار في البلد. شوارع القطاع تحولت إلى أكوام من القمامة التي نتج عنها روائح كريهة تهدد بكارثة صحية. ورغم كل أشكال المعاناة هذه، إلا أن الإصرار على البقاء يبقى أقوى من هذه المآسي. سينا في بيوتنا فوق الركام، ولن نتحرك من هذه البيوت ولو هدمت فوق رؤوسنا، ونشكر الله عز وجل على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. يعني حسين، مشهد مأساوي في غزة ومعاناة متعددة للسكان هناك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع. هذا ما هو مرصود محمد حتى هذه اللحظة. نعم. يعني مزيد من تفاصيل سنرصدها أو سنرصدها معك تباعا ومن مراسلين. شكرا جزيلا زميلي محمد فروانة من رام الله، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمار الدويك ينضم إلينا. مرحبا بك دكتور. أبدأ معك بما يتم الحديث عنه الآن حول ما يجري في قطاع غزة، الوضع الإنساني، الوضع الطبي، ماذا عن التقارير التي تصل المنظمات الدولية؟ الآن الوضع الإنساني يوصف في قطاع غزة أنه على بعد خطوة أو أقل من الانهيار التام لجميع المنظومة الصحية والمدنية ومنظومة التوزيع الأمواد الإغاثية. اليوم صدر يعني تحذير غير مسبوق من مقررين خاصين في الأمم المتحدة يستخدموا لأول مرة عبارة الجينوسايد أو الإبادة الجماعية، وحذروا بأن عدم إدخال المواد الإنسانية وإنقاذ الجانب الإنساني في قطاع غزة يعني أن غزة ستدخل في مرحلة الإبادة الجماعية. غزة هي الآن تعيش، احنا من وجهة نظرنا أنها تعيش الآن الإبادة الجماعية، لكن الحديث عن وضع غير مسبوق، عن موت على نطاق واسع لا سمح الله بسبب نقص المياه ونقص الغذاء والانهيار في المستشفيات القليلة التي بقيت قادرة على تعمل بالحد الأدنى وبضغط كبير من يعني بسبب الأعداد الكبيرة من الجرحى والإصابات التي تصلها كل يوم. الوضع الأخطر هو أول الوضع الصحي، المستشفيات يعني حسب تقرير منظمة الصحة العالمية بأن ثلث مستشفيات قطاع غزة خارج خدمة تماما، وأن المستشفيات التي بقيت تعمل هي جزئيا خارج الخدمة أو أنها تعمل فقط للحالات الطارئة، وبالتالي كل المرضى الذين بحاجة إلى رعاية مستدامة إما يلجؤون إلى ممرضين أو إلى مصيدليات أو لا يستطيعون أن يجدوا أي طريقة، وبالتالي هنالك حتى الآن لا نستطيع أو لا توجد أرقام تزودها وزارة الصحة أو أي جهة أخرى حول أعداد الوفيات والتي يتوقع أن تكون بالمئات بل أكثر من ذلك نتيجة انهيار المنظومة الصحية. هناك كثير من أصحاب الأمراض المزمنة توقف علاجهم وبالتالي واجهوا خطر الوفاة. كما ذكرت يعني في مقابلة سابقة، قطاع غزة كان يخرج منه يوميا 100 مريض حالات حرجة بحاجة إلى علاج خارج قطاع غزة لأن مستشفيات القطاع والجهاز الصحي في القطاع لا يستطيع أن يوفرها. الآن توقفت هذه الحركة للمئة المريض المعدل اليومي، 100 مريض توقفت تماما. مستشفى الصداقة لأنه خرج عن الخدمة التركي وهو المستشفى الوحيد الذي يوفر خدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة أيضا توقف عن الخدمة، واليوم هناك حديث عن عدد من مرضى السرطان توفوا
نتيجه انقطاع خدمه اما العلاج الكيماوي او انواع اخرى من العلاجات التي يتلقونها. وبالتالي الوضع الصحي يعني على وشك الانهيار التام كما ذكرت منظمه الصحه العالميه. هنالك مشكله كبيره في منظومه الصرف الصحي المعطله اما نتيجه القصف او نتيجه وعدم وجود كهرباء ومضخات، وبالتالي مكره صحيه كبيره جدا، وهي بيئه خصبه لانتشار امراض التي بدات فعلا بالانتشار على نطاق واسع، مثل امراض التهاب الكبد الوبائي وامراض الجفاف والامراض التي تنتقل عبر المياه والتي قد تترك اثار بعيده الامد خاصه على الاطفال. الوضع في قطاع غزه يعني لا يمكن وصفه الا بانه فعلا اباده جماعيه تحدث على مرأى ومسمع من العالم، والعالم يقف عاجز عن كسر حالة الحصار، يعني رغم الضغوطات الكبيرة التي تقوم بها جميع منظمات الدولية والأممية والمناشدات، يعني التي كل ساعة أو كل ساعات يعني تخرج مناشدات من أعلى مستويات سواء الأمين العام أو رئيس منظمة الصحة العالمية. حتى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الآن دكتور عمار إذا سمحت لي، بنيامين نتنياهو، يدرس طلبا أمريكيا بوقف إطلاق نار إنساني لفترة قصيرة. يبدو بأن الأمور لم تزد عن حدها فقط، بل باتت تؤرق الجميع، حتى المجتمع الدولي الداعم لحكومة نتنياهو، وبالتالي بات يطلب أو يفرض. يعني نأمل أنه هذا يتحقق، أن يكون هناك وقف لإطلاق النار سواء يسموها هدنة أو غير ذلك، لكن يجب أن يكون مستدام وأن يكون هنالك يرافق ذلك إدخال كميات المطلوبة. يعني هناك تقدير بأنه قطاع غزة الآن بحاجة إلى 12 ألف إلى 13 ألف شاحنة من الغذاء والدواء والماء والوقود تدخل، بينما المعدل اليوم 20 شاحنة 30 شاحنة في أحسن الحالات، دخل في يوم واحد كان أكثر الأيام 50 شاحنة، بالأمس كان حوالي 8 شاحنات، وبالتالي العدد قليل جدا. وقف إطلاق النار مطلوب وهو الحل الوحيد لحماية المدنيين ولإنقاذ الوضع الإنساني. وقف إطلاق النار يرافقه إدخال الكميات المطلوبة وبشكل مستدام وتوزع في جميع مناطق قطاع غزة. الآن جميع منطقة شمال قطاع غزة لا يصلها أي شيء من المساعدات، وفيها عدد كبير من المواطنين، يعني مئات الآلاف المواطنين الذين قرروا البقاء في منازلهم نتيجة عدم قدرتهم على الرحيل وعدم رغبتهم بالرحيل، وهذا حقهم، هذه منازلهم وهذه أرضهم، لا يصلهم أي شيء. بينما القصف الآن يتركز بشكل كبير جدا وجنوني في مناطق شمال غزة، طبعا مناطق الجنوب والوسط يعني تتعرض للقصف مثل البريج، ويعني كل قطاع غزة تتعرض للقصف، لكن الآن التدمير الكبير يجري في الشمال. وقبل يعني ساعات هناك صدر تحذير وتوزيع منشورات على سكان الشاطئ، مخيم الشاطئ، وهو جميع سكانه من اللاجئين الفلسطينيين، ويعني مكتظ جدا بالسكان، تطلب منهم الرحيل. وبالتالي الوضع الإنساني العالم يدرك الآن، أصبح يدرك أن كما قالت الأمم المتحدة، نحن يعني على بعد خطوة من الانهيار التام أو من دخول مرحلة الإبادة الجماعية. وبالتالي طيب. فعلا الوضع بحاجة إلى إنقاذ، وإنقاذ فوري، وكل طيب. دقيقة تمر يعني لها ثمن كبير، ثمن بشري كبير. طيب، وزير الدفاع الفرنسي سيتم إرسال حامل الطائرات الهليكوبتر إلى ساحل غزة، يعني يبدو كذلك، وفي الوقت ذاته الحديث عن مسألة المساعدات الدولية الفرنسية وغير ذلك. والسؤال يا دكتور عمار، من خلال اتصالاتكم مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أي ردود تأتيكم؟ أي تعليق على ما يجري في قطاع غزة؟ 9000 ضحية حتى اللحظة. المنظمات الحقوقية الآن جميعها يعني في حالة حراك، و جميعها تقف مع الفلسطينيين وضد قتل المدنيين ومع القانون الدولي الإنساني. المشكلة ليست في المنظمات الحقوقية، والمشكلة هي في الدول. الدول هي صاحبة القرار، تحديدا الدول الكبرى، الولايات المتحدة وبعض حلفائها من دول أوروبا، هي التي تعطي الغطاء لإسرائيل في استمرار في عدوانها، ولا تقوم بالضغط الكافي، رغم أنه نعلم أن الولايات المتحدة تستطيع أن تفرض على إسرائيل فتح ممرات، وقف إطلاق النار، عمل هدنة، لكن واضح أنه الولايات المتحدة هي فقط تعطي تصريحات لتخفيف الضغوطات على إسرائيل. كل ما دخل قطاع غزة هو بهدف إنقاذ إسرائيل وليس إنقاذ قطاع غزة، يعني لإعطاء انطباع كاذب بأن هنالك مواد إنسانية تدخل قطاع غزة، يتم تغطيتها بالإعلام العالمي أن هنالك شاحنات تدخل وتصريحات للصليب الأحمر استطعنا إدخال 20 شاحنة دوائية، لكن هذه نقطة في بحر الاحتياجات لقطاع غزة. والمشكلة الآن ليس في نقص المواد، المواد متكدسة على معبر رفح وفي العريش،
وليس نقص أموال. يعني الأونروا تلقى الدعم لم تتلقاه من سنوات طويلة، رغم أن الأونروا كانت تعاني من عجز كبير وعلى وشك الإفلاس. الآن كثير من أول الاتحاد الأوروبي، دول أوروبية منفردة قدمت لها معونات عاجلة بملايين الدولارات. المشكلة ليست في نقص المال لدى المنظمات الدولية ولا في نقص المواد أو المواد الإغاثية المتكدسة على معبر رفح، المشكلة في الكيفية والقدرة على إدخالها. وإسرائيل حتى الآن تمنع إدخالها وتهدد بقصف الشاحنات وتفرض قيود كبيرة سواء على العدد الشاحنات أو على مكان توزيعها أو على المواد التي تدخل. المواد التي تدخل حتى الآن وشرط إسرائيلي لا تشمل الوقود، والوقود هو يعني مادة أساسية جدا لتشغيل كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. اليوم كنت أتحدث مع يعني صديق وزميل يعمل معنا في طاقمنا في قطاع غزة، وسألته حول كيف يعمل مستشفى الشفاء، كيف يستطيع حتى الآن. فالمستشفى الشفاء واضح يعتمد بشكل كبير جدا على تبرعات المواطنين في قطاع غزة، يعني كل من لديه يعني بواقي السولار أو وقود يقوم بتأمينها، ويعني وتكبد خطر كبير في الوصول. شكرا. بعضهم يوصل للترين لأجل الإبقاء على المستشفى والإبقاء على الأجهزة الحيوية تعمل بالحد الأدنى. شكرا جزيلا لك من رام الله، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمار الدويك. خلال زيارته لأحدى الوحدات القتالية، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقوع خسائر كثيرة مؤلمة في صفوف القوات الإسرائيلية، كما جدد نتنياهو مطالبة سكان غزة بالنزوح جنوبا لأن تل أبيب لن تتوقف عن محاربة عناصر حماس. أنا هنا في لواء مروم مع وحدات خاصة تخوض معارك بطولية وتنقذ الناس. هؤلاء الجنود فقدوا أصدقائهم وأوقفوا العدو، نحن في منتصف العملية، لقد حققنا نجاحات مبهرة للغاية، نحن نتقدم. لدينا أيضا خسائر مؤلمة، لأن كل جندي مات يعني عالما بأكمله وقلوبنا مع عائلاتهم. لكنني أريد أن أوضح شيئا واحدا وقد قاله أحد المقاتلين الآن، لن يوقفنا شيء. أنادي المدنيين الأبرياء، أخرجوا أخرجوا وتحركوا جنوبا، لأننا لن نتوقف عن نشاطنا للقضاء على مقاتلي حماس. سوف نمضي قدما، سوف نتقدم وننتصر، وسنفعل ذلك بعون الله وبعون مقاتلنا الأبطال. أنا أثق بكنا، أنا أؤمن بكم، إن شعب إسرائيل بأكمله يقف خلفكم حتى النصر. من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان مفد الحدث رائد الأخبار، مرحبا بك رائد عبر الهاتف، نستطلع منك الوضع العسكري في هذه الجبهة. حسين، بالفعل كان اليوم يعني شهد تصعيدا كبيرا من قبل حزب الله من جنوب لبنان بزخات الصواريخ التي أطلقها الحزب، وكذلك الفصائل التي تعمل يعني كتائب القسام تبنت ضربات كريات شمونة، الحديث عن عشرات الصواريخ، منها كان 12 صاروخا سقطت في كريات شمونة، هذه المستوطنة التي أجلت يعني تم إجلاء السكان منها إلى المناطق الأكثر أمنا في العمق الإسرائيلي. لكن هناك سكان رفضوا الخروج من منازلهم، وكان هذا الضرب الذي أثر على يعني الأوضاع العسكرية بشكل عام على يعني الدفاعات الجوية الإسرائيلية التي حاولت أن تعترض هذه الصواريخ، لا تستطيع أن تغطي كل الزخم بالضرب من قبل جنوب لبنان. وكذلك هناك كانت ضربات واشتباكات من الأراضي السورية، المقاتلات الإسرائيلية كانت تضرب في مناطق في العمق اللبناني، 5 كيلومترات دخلت في العمق اللبناني، علم الشعب، عيث الشعب، مناطق حولة، كثير من المناطق قصفتها. وقالت المصادر العسكرية هنا بأن هذه المناطق يعني ينتقل منها خلايا من حزب الله ويحاولون التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية. بالفعل كانت تهدف أيضا مواقع عسكرية، منها في منطقة مزارع شبعة، وكانت هي الضربة الأكبر التي قيل أن هناك خسائر للجيش الإسرائيلي فيها بشرية وكذلك إصابات بالجنود. الجدير بالذكر أن الجانب اللبناني حزب الله استخدم صواريخ متوسطة المدى وصلت إلى مستويات بعيدة، الحديث عن نهارية، عن
صفد عن الجليل الأعلى من 20 إلى 40 كيلومتر كانت تصل يعني الصواريخ، وهذا بحد ذاته تصعيد كبير يجعل المواجهة أكبر وأعنف قبيل خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غدا. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان موفد الحدث الزميل رائد الأخبار. ومنذ اندلاع الحرب في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر تشعر المجتمعات المسلمة والعربية واليهودية في بريطانيا بالقلق والخوف. عشرات التهديدات منذ بدء الأحداث في إسرائيل وقطاع غزة لم تثني عبد الحليم صاحب مطعم شكشوك الفلسطيني في لندن عن إبقاء مطعمه مفتوحاً. في يوم واحد فقط 40 تهديدا تلقاها عبد الحليم تمثلت بإهانات ذات طابع عنصري ما أثار مخاوف فريق عمله وعائلتهم. كل يوم يتصلوا فينا يهددونا بدنا نقتلكم انكسروا رؤوسكم كيموا العلم. أنا شخصيا اتصلوا فيه إنه كيم العلم كيم اسم فلسطين حنرجعكم على غزة. عبد الحليم ليس وحيدا، فمئات البلاغات تصل يوميا لمنظمات معنية بجرائم الكراهية ضد المسلمين والعرب في بريطانيا. من 17 لحد اليوم احنا سجلنا بجمعيتنا وصلنا اكثر من بلاغ، بنقول اكثر من 400 بلاغ بجريمه كراهية ضد المسلمين او اي شخص من عرق عربي او فلسطيني. جرائم الكراهية لم تمس العرب فقط، وإنما شملت اليهود المقيمين في لندن، خاصة في مناطق تركز المجتمعات اليهودية كهذه المنطقة في شمال لندن. نرى الكثير من عناصر الشرطة في هذه المنطقة التي قالت منذ بداية الأزمة إنها ستكثف دورياتها من أجل الحد من المضايقات بحق اليهود. وبحسب أدون شكر من جمعية اليهود البريطانيين، فإن المجتمع اليهودي يشعر هو الآخر بالخوف، خاصة وأن الشرطة البريطانية سجلت ارتفاعا بنسبة تتجاوز 1300% في الجرائم المعادية لهم منذ بدء الأحداث. خايف مو فقط على نفسي، ولكن على أولادي وعلى أحفادي وعلى أصدقائي وعلى جيراني المسلمين. في 3 أسابيع من 7 بالشهر كان هناك أكثر من 804 و 805 فعل عدائي لليهود، وبهالثلاث أسابيع كان 800 أكثر من 800، ومقارنة للسنة الماضية 7 أضعاف. الحرب في غزة وإسرائيل قسمت المجتمع البريطاني، ما يؤرق الحكومة من اضطرابات أمنية تخلق شرخا مجتمعيا تصعب السيطرة عليه. من لندن عروب عبد الحق، الحدث. إلى اللقاء. طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعيني أبدأ بهذا العاجل الآن.
فما تعرفه بالأمس يصبح ماضيا اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع. طلب إيران بعدم التدخل أو طلب إلينا برلين ورسالة حادثة. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. تغيب آفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة، صرخات تعبر الحدود، ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصمت والصورة. وحتى لا تنسى قصصهم، نحن نوثقها بكل تفاصيلها. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السبب في الوصول إلى غايتنا، من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآس. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. ويبقى الأمل ما يدفع الإنسان ليستمر. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سال الركام يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. اليوم 27، غزة على حالها بين النار والحصار والقصف على الهواء مباشرة الآن، وحماس تعلن التصدي للتوغل الإسرائيلي. إذن مشاهدينا، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 9,000 منذ بدء الحرب في غزة. إسرائيل تقر بمقتل 20 من قواتها. قصف إسرائيلي الآن مشاهدينا قنابل مضيئة في سماء غزة. إذن مشاهدينا، نحن نتابع هذا القصف على الهواء مباشر، قنابل مضيئة وقصف مكثف الآن على قطاع غزة. هذه رشقات صاروخية كذلك مشاهدينا. Thank you.
إذن مشاهدينا الصورة تتحدث. تسعة آلاف قتيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة. أرض مدمرة وسماء ملتهبة مشاهدينا الآن في قطاع غزة. قصف إسرائيلي مكثف على القطاع. معارك مشاهدينا، قصف مكثف تشاهدونه الآن، قنابل مضية في قطاع غزة، 9000 قتيل حتى هذه اللحظة، أكثر من 21000 مصاب. قصف عنيف ومكثف على قطاع غزة في الوقت الذي نقلت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يدرس طلبا أمريكيا بوقف مؤقت لإطلاق النار إنساني. هو يدرس والقصف متواصل. نذكر مشاهدينا بأن المستشفيات في قطاع غزة خرج معظم هذه المستشفيات من الخدمة، ومن يعمل يعمل بطاقة قليلة جدا مقارنة بعدد الإصابات. إذن مشاهدينا هذه صور من غلاف غزة كذلك. إذا مشاهدينا نحن نتابع هذه الصور الخارجية الأمريكية، تقول بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكين ناقش ما يجري في قطاع غزة مع وزير الخارجية السعودي وكذلك
ينضم إلينا الصحفي أسامة الكحلوت. أسامة مرحبا بك. ما الذي يصلك على الأقل مما نشاهده الآن وتستمع إليه أنت ويستمع إليه العالم؟ نعم، قبل قليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل الزميل الصحفي محمد أبو حطب غرب مدينة خان يونس. زميلنا محمد الصحفي انتهى من عمله قبل قليل كمراسل لتلفزيون فلسطين الرسمي الحكومي، وعاد إلى منزله قبل نصف ساعة، وبمجرد دخوله إلى منزله تم استهدافه هو وأسرته، وللأسف سقط ضحية برفقة 8 من أبنائه وزوجته وأسرته. هذا الحدث كان قبل ما يقارب من ربع ساعة تقريبا، هذا ضمن استهداف الطائرات الحربية لمخطط استهداف الصحفيين في قطاع غزة خاصة، وأنه قد سبقه في هذا الطريق ما يقارب من 35 صحفي سقطوا خلال هذا العدوان على قطاع غزة. نتحدث هنا أيضا عن استهداف لمنطقة حي الزيتون، عدة عائلات البرعاوي والسقة وأبو خضر، هذه العائلات جميعها تتعرض الآن لقصف عنيف، ما يعني لا تزال سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان وتحاول انتشال المصابين. سقط حتى هذه اللحظة 15 ضحية. نتحدث هنا عن ساعة يعني دامية في قطاع غزة بعد استهداف المنازل وقصفها على رؤوس الساكنين، بعد استهداف منزل محمد أبو حطب زميلنا في الميدان وفي الإعلام، استهداف المربع السكني في منطقة حي الزيتون، وما زال هناك العمل جاريا للبحث عن ناجين من تحت ركام منازل أربع عائلات في منطقة حي الزيتون، بالإضافة لاستهداف منزل في منطقة قرب مسجد الشمعة وسط مدينة غزة، هناك 8 ضحايا، وما زالت الإصابات تتوالى إلى المستشفى من هذا المكان. وفي استهداف رابع نتحدث عن استهداف منزل في منطقة حي الشيخ رضوان، وهناك العديد من الضحايا والإصابات ما زالوا تحت الركام، ومنهم من تم نقله إلى مستشفى الشفاء. نتحدث هنا عن سلسلة استهدافات خلفت عدد كبير من الضحايا حتى هذه اللحظة. أنا هنا الآن في مستشفى شهداء الأقصى، أمامي خيمة مخصصة للضحايا الذين يصلون من استهدافات منازلهم. أتحدث هنا عن 50 ضحية تقريبا أمامي وصلوا منذ ظهر اليوم حتى هذه اللحظة في استهداف مربع سكني كامل في مخيم البريج، هذا المخيم المكتظ بالمنازل المتلاصقة بعدد السكان والكثافة السكانية. الجيش الإسرائيلي يبدو أنه يستهدف مخيمات اللاجئين بدءا من مخيم جباليا شمال القطاع، وصولا إلى قبل يومين مخيم النصيرات، ومقابله اليوم مخيم البريج ومخيم المغازي. في الضربات التي تعرض لها مخيم البريج ما يقارب من 30 ضحية وصلوا من هذا الاستهداف لمربع سكني، أدى أضراره إلى تقريبا تدمير أكثر من 20 منزلا في هذا مربع المكتظ بالمنازل البسيطة والبدائية والمنازل من البطون. هناك عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق في هذا المربع الذي تم تدميره وسويت بالأرض، يعني اختفى واختفت هذه العمارة بالكامل ودخلت داخل حفرة كبيرة بسبب يعني إطلاق أكثر من 20 صاروخ حسب ما فهمنا من رواية أحد جيران هذا الحي، الذي قال أنه شاهد أكثر من 20 صاروخ ضرب على هذا الحي والمربع السكني. في منطقة المغازي صباح هذا اليوم تم استهداف منزل في مدخل مخيم البريج وسقط ما يقارب من 10 ضحايا، وهناك العشرات من الإصابات، وما زال العمل جاريا من أجل انتشال المصابين من تحت ركام المنازل. نتحدث هنا ليست عن منزل واحد، نتحدث في أكثر من مكان عن مربعات سكنية وعدة منازل يستدعي الوصول إلى الناجين تحت الركام ساعات طويلة، ولكن الإمكانيات بسيطة، وهناك في كل منطقة بالكاد تجد حفار واحد من أجل العمل على مدار يوم كامل لانتشال عدد قليل من الناجين من تحت الركام. في منطقة مخيم النصيرات تم استهداف برج المهندسين قبل عدة أيام، حتى هذه اللحظة ما زال العمل جاريا من أجل انتشال الإصابات من تحت ركام هذا البرج. طيب أسامة، الآن الصورة يعني والقنابل المضيئة ترسم خرائط في سماء غزة الآن، نار ودخان وقصف متواصل، تلاحظون هذا أنتم
معروف المناطق المستهدفة الآن هذه اللحظة أسامة؟ هذا يأتي في ظل يعني إثارة الرعب في نفوس المواطنين حتى في المناطق الآمنة. قبل يومين كان هناك أيضا نفس هذه التشكيلات شكلتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في محيط مستشفى الأقصى في المكان الذي أتواجد به الآن. على مدار ساعتين استمرت الطائرات برسم خرائط في السماء بالدخان المتناثر من هذه الطائرات. هذا أثار الرعب خاصة أنها كان هناك توقعات أن يتم قصف محيط المستشفى، ثم كان هناك توقعات بأن يكون القصف قريب من المستشفى وغادر بعض النازحين من المستشفى. هذا التخوف هذا بسبب إثارة الرعب من الطائرات الحربية الإسرائيلية يعني رسم خرائط في السماء في أكثر من مكان في قطاع غزة. نتحدث هنا في المنطقة الوسطى التي تعتبر من المناطق الآمنة، تم رسم هذه الخرائط في غزة في أكثر من مكان، يتم وضع هذه الخرائط وتحركات لهذه الطائرات في المناطق التي يتم استهدافها. يعني هذه حركات يعني ويعني يجري استخدامها في أكثر من منطقة في قطاع غزة. إذن أشكرك من دير البلح الصحفي أسامة الكحلوت على كل هذه التفاصيل، سنعود إليك في حال أي جديد. نحن نتابع مشاهدين هذه الصور من قطاع غزة، قصف واشتباكات عنيفة في بيت لاهية شمال قطاع غزة ومناطق أخرى، القصف متواصل في كل لحظة. إعلام إسرائيلي يتحدث بأن رئيس الحكومة يدرس مطلب أمريكا بوقف إطلاق نار إنساني لفترة قصيرة، ومسؤول إسرائيلي آخر يقول من الممكن وقف إطلاق النار لعدة ساعات. أكد المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس أن الخسائر الإسرائيلية البشرية أكبر مما تعلن، مشيرا إلى أن عناصر الحركة تصدت القوات الإسرائيلية على محاور شمال غرب غزة وفي جنوبها وبيت حانون، كما نفذت هجوما غرب غزة دمرت به آليات إسرائيلية. يواصل مجاهدون في محاور التوغل البري الصهيوني في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون، يواصلون التصدي لقوات الاحتلال وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات العدو وجنوده في عشرات نقاط الاشتباك على طول محاور المناورات البرية الصهيونية. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون أقر إدخال وقود إلى قطاع غزة، وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد قال في وقت سابق إنه سيتم تسليم الوقود تحت إشراف إلى المستشفيات. حتى الآن لم نسمح بدخول الوقود إلى القطاع، نحن نتحقق من الوضع في قطاع غزة كل يوم. يرجى ملاحظة أنه منذ أكثر من أسبوع قيل لنا أن المستشفيات غدا سينفذ منها الوقود، ولم ينتهي الأمر بعد. سنرى عندما يأتي هذا اليوم، سيتم تسليم الوقود تحت إشراف إلى المستشفيات، وسنفعل كل شيء حتى لا يتم استخدامه للبنية التحتية لحماس، ولن يتم استخدامه لأغراض قتالية ولكن فقط للأغراض في علاج المرضى. لقد تقدمنا إلى مرحلة مهمة حيث تخوض القوات حاليا عملية برية في شمال قطاع غزة. يعمل مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي على مدى الأيام الأخيرة في مدينة غزة ويطوقونها من عدة اتجاهات، ما يعني توسيع نطاق التوغل وزيادة رقعة الإنجازات. إن هذه الحرب لها ثمن مؤلم وباهظ، إنه جزء لا يتجزأ من السعي لتأمين سلامتنا هنا. لقد فقدنا عددا من خيرة أبنائنا خلال القتال حيث نحتضن عائلاتهم، وسوف نحقق الانتصار. إن سلاح الجو يعمل في قطاع غزة بقوة كبيرة وبتميز كبير، ولكن حتى لا يظن أحد نحن نستخدم في قطاع غزة أقل من نصف قدرات سلاح الجو. إذن مشاهدين هذه الصور المباشرة، قنابل مضيئة ونحن نتابع كل تفاصيل المشهد أولا بأول ولحظة بلحظة.
تشهد ساحات القتال في غزة تطورات كبيرة ومتسارعة، وكذلك مفاجآت عديدة من كلا الطرفين. نتعرف على تفاصيلها مع زميل محمود الواوي. مرحبا بك محمود، نتعرف على هذه التفاصيل معك. مرحبا حسين. نشرت صحيفة معاريف تسريبات عسكرية إسرائيلية تضمنت اعترافات تتحدث عن صعوبة المعركة على الأرض مع الفصائل الفلسطينية في غزة. ضباط إسرائيليون يشاركون بالحرب قالوا لمعاريف إن مستوى القتال عند عناصر حماس أعلى مما عهدوه في السابق. وتضيف الصحيفة أن وضع حركة حماس بعيد جدا عن نقطة الانهيار. الضباط الإسرائيليون اعترفوا وفق الصحيفة بأن الحركة أعدت نفسها للقتال جيدا. بنفس الوقت اعتبروا أن حماس تفاجأت بالدخول البري لغزة بسبب حجم القوات الإسرائيلية الكبير وما تتمتع به من ميزات تكنولوجية وحربية متطورة. نتابع هذا الفيديو لدخول الجيش الإسرائيلي إلى بعض الأحياء السكنية في غزة. وبالحديث عن الأرض والمعارك، يشرح تقرير لمعهد الحرب الحديثة دور أنفاق حماس بالمعركة من الناحيتين، الدفاعية أولا ثم الهجومية. ففي الدفاع ستستخدم حماس الأنفاق لتفادي مراقبة الجيش الإسرائيلي لتحركاتها، وبالتالي تتجنب الضربات الجوية والبرية والبحرية وفقا لتقرير معهد الحرب الحديثة. أما من الناحية الهجومية فتمنح الأنفاق لقوات القسام حرية تنفيذ هجمات محمية ومفاجئة فضلا عن استخدامها في عمليات التسلل خلف مواقع الجيش الإسرائيلي، إضافة لأفضلية التحرك بسرعة بين مواقع الهجوم المجهزة بمخابئ ومراكز للقناصة. نتابع هذا الفيديو لاستخدام حماس للأنفاق في معارك غزة. كل هذا يوضح أن المعركة على الأرض لن تكون سهلة، وهو ما تثبته خسائر الجيش الإسرائيلي في أول يومين منها، حيث أعلن الأخير رسمياً مقتل 20 جندياً بينهم ضابط كبير، إضافة لإصابة العشرات مع ساعات الحرب البرية الأولى. هذا ما لدينا حسين حول أنفاق حماس وحول مفاجآت الجيش الإسرائيلي. عودة لك. شكراً جزيلاً لك محمود على كل هذه التفاصيل. يا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ربنا يعود الحوار خير. يا الله يا حبيبي، يا الله ليش تبني يا بموتك؟ سبقك على الجنة. ليش تبني يا بموتك؟ سبقك على الجنة يا حبيبي. ليش يا با؟ يا با إيش سويت يا با؟ لا إله إلا الله. نفى وزير الجيش الفرنسي حاجة لبنان إلى حرب، مضيفا أن مثل هذه الحرب سيترتب عليها أثار تصعيدية كارثية على المنطقة بأكملها. لبنان لا يحتاج إلى حرب، مثل هذه الحرب قد يكون لها أثار تصعيدية كبيرة على المنطقة، لذلك فإن اليونيفيل هي إحدى الأدوات، هي حل وليست مشكلة. تبنت كتائب القسام في لبنان الهجوم الذي استهدف مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل. الهجوم تسبب بحرائق كبيرة في المستوطنة.
التقطت كاميرا مراقبة صورا للحظة سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان على مستوطنة كريات شمونة في إسرائيل. إذن مشاهدينا، هذه صور مباشرة الآن نتابعها. قصف إسرائيلي مكثف، قنابل مضيئة. هذا القصف ينقل بأنه غير مسبوق. بالأمس كان هناك قصف مكثف شديد على قطاع غزة، على منطقة تل الهوى على وجه التحديد. اليوم كذلك يبدو بأن هذا الوقت تختاره القوات الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية لتنفيذ غاراتها وإلقاء حمم نيرانها على قطاع غزة. من الجنوب اللبناني تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف. مرحبا بك ناهد. تطور جديد اليوم، حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء الحرب في غزة إلى 51، وكذلك أريد أن أسأل عن المشهد العسكري من عندك يا ناهد. حسين، يمكن القول بأن اليوم كان الأعنف منذ بداية التطورات الأمنية في جنوب لبنان. كل الجبهات اشتعلت، رقعة القصف اتسعت، وكمية القذائف أو التي أطلقت كانت أكثر بكثير من كل الأيام الماضية. هذه الاشتباكات أدت إلى سقوط 4 قتلى، واحد منهم من عناصر حزب الله والذي تحدثت عنه أنت حسين، والذي نعاه منذ بعض الوقت حزب الله. وأيضا كان هناك 3 مدنيين أيضا قتلى، سقطوا في وادي سلوقي شمال بلدة عيترون أيضا جراء هذا القصف الذي حصل اليوم. أيضا اليوم يمكن القول بأنه تم الخروج عن قواعد الاشتباك بعد أن وصل القصف الإسرائيلي إلى عمق 10 كيلومتر، يعني كانت سابقا فقط في 5 كيلومترات ضمن قواعد الاشتباك يكون هذا القصف الإسرائيلي. اليوم وصل إلى عمق 10 كيلومترات في بلدات جديدة اليوم طالها القصف. سبب هذا القصف العنيف اليوم هو قيام حزب الله باستهداف 19 موقعا إسرائيليا في الوقت نفسه عند 3:30 من بعد الظهر. على الأثر طبعا كان هناك رد إسرائيلي عنيف على كل المناطق المقابلة لهذه البلدات، بالمدفعية، بالقذائف الفوسفورية. استمر هذا القصف لمدة حوالي 2 ساعة، طال أيضا عددا من المنازل التي احترقت وأدت إلى سقوط القتلى 4 الذين تحدثنا عنهم. بعدها عم الهدوء لوقت لساعة من الزمن، حتى خرق هذا الهدوء بغارة حصلت هنا خلفنا في عيت الشعب، لحقها بعدها قصف مدفعي أيضا في البلدة، ومن بعدها أي منذ حوالي 1 ساعة كان هناك قصف مدفعي على خراج بلدة رميش التي نحن فيها تحديدا في جبل قطمون. قصف مدفعي استمر لمدة حوالي 1/2 ساعة وبعدها توقف. الآن عاد الهدوء الحذر ليخيم على المنطقة الجنوبية بعد هذا اليوم الطويل والعنيف والقصف المكثف الذي شهده في مختلف المناطق في القطاع الشرقي والأوسط والغربي. أيضا أشير إلى أنه حصلت أيضا اليوم عدة غارات، كان هناك أيضا سقوط قذائف بالقرب من مركز لقوات اليونيفل في بلدة تل النحاس، التي أيضا هذه المراكز اليونيفل باتت مؤخرا يصلها العديد من القذائف بقربها. يوم أمس كانت سقطت أيضا قذائف على بعد 10 أمتار فقط من أحد مراكز اليونيفل، وكان هناك تصريح للناطق باسم قوات اليونيفل أندريا تنانتي الذي قال بأن هذا الاستهداف هو يعتبر استهداف قوات حفظة السلام، يعتبر جريمة وانتهاك للقانون الدولي، وأنه يجب الحذر من عدم القصف أو القيام بهذا القصف في المناطق المأهولة أو قرب المدنيين أو قرب قوات اليونيفل. اليوم يعني أيضا هناك مع كل هذه التوترات الأمنية وهذا التصعيد جنوبا، هناك حالة من القلق والخوف لما تحمله الساعات المقبلة. يوم غد عدد من المدارس قررت بأن تقفل أبوابها، خصوصا
خصوصا يعني حتى في العاصمة بيروت هناك قررت بعض المدارس إقفال أبوابها خوفا من أن تتطور الأمور غدا، خصوصا بعد الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله يوم غد عند الساعة 3 بتوقيت بيروت. كل هذه يعني حالة كما قلنا من الخوف والترقب لما ستحمله الساعات المقبلة، أيضا خوف من في حال حصلت هذه الحرب حسين من أن لا تكون هناك قدرة للبنان على تحمل تداعيات هذه الحرب، خصوصا وأن لبنان اقتصاديا لا يمكنه تحمل هكذا تبعات، حتى طبيا وصحيا هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية، في حال تطورت الأمور قد لا يكون هناك من قدرة على مساعدة اللبنانيين. شكرا جزيلا لك من الجنوب اللبناني مراسلة الحدث الزميلة ناهد يوسف. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور، التلفزيون الفلسطيني يتحدث عن مقتل مراسله وثمانية من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي قبل نحو 45 دقيقة في قطاع غزة، كما ذكر أسامة الكحلوت الصحفي الذي ظهر معنا قبل قليل. إذن نتابع مشاهدينا هذه الصور المباشرة، نذكر بالأخبار العاجلة التي ترد على شاشة الحدث. المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: هجمات إسرائيل على مخيم جباليا قد ترقى إلى جرائم حرب. كذلك هناك حملة موجهة بإغاثة الفلسطينيين، مركز الملك سلمان للإغاثة، تلقينا عشرات آلاف التبرعات للحملة الشعبية لإغاثة غزة. نستمع إلى صوت الطائرات الآن مشاهدينا، طائرات حربية. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي توني بولس، مرحبا بك أستاذ توني، رئيس حزب القوات اللبنانية. من الأفضل لحسن نصر الله الانسحاب من الجنوب وتسليمه للجيش، يعني ما المتوقع في كلمة الغد، وفيما إذا كانت الأمور تسير باتجاه لا تريده أطراف لبنانية كثيرة لطالما حذرت من انجرار حزب الله إلى هذه المعركة؟ مساء الخير. يعني دعني أقول بداية أن بالفعل يعني كلام سمير جعجع حول تطبيق 1701 يضمن حماية للبنان، فقرار دول 1701 ينص صراحة على انسحاب ميليشيا حزب الله بعمق 20 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، وأن ينتشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وتكون هذه المنطقة منطقة عمليات تابعة لليونيفيل ضمن إطار هذا القرار. وبالتالي هذا تطبيق القرار يحمي لبنان من تسلل ميليشيات إلى الحدود، ويحمي أيضا لبنان من أي اعتداء إسرائيلي بالمقابل، وبالتالي هو متوازن ويضمن الاستقرار للجنوب والحماية للبنان. فعمليا ما يجري اليوم هو تجاوز لهذا القرار الدولي، وعمليا أفرغ هذا القرار الدولي من مضمونه. لذلك نحن أمام خطر كبير وأمام إمكانية انزلاق إلى حرب مفتوحة في حال حصل أي خطأ بالحسابات أو توسيع بعمليا قواعد الاشتباك المتفق عليها بين إسرائيل وحزب الله. المتوقع بخصوص كلمة حسن نصر الله يوم غد، نعلم جميعا أن القرار بات ليس أصلا في يد حسن نصر الله إنما في إيران، والدليل ما سرب وما نقل عن زيارة إسماعيل قاآني إلى بيروت ولقائه حسن نصر الله وقيادات من حزب الله قبل هذا الخطاب.
وبالتالي الخطاب سوف يعكس الإرادة الإيرانية، وسوف يعكس ما إذا ما كانت إيران تريد أن تذهب باتجاه حرب مع إسرائيل أو لا. القضية لم تعد يعني لا في لبنان ولا في يد حزب الله، القضية صارت أبعد من ذلك. من الآن إلى غد هناك شد يعني حبس يعني أنفاس لما تجري سوف تجري إليه الأمور. طبعا هناك استياء كبير في الداخل اللبناني من أن يكون هذا القرار السيادي، هذا القرار الأساسي في لبنان مجير لمصلحة زعيم ميليشيا بدوره يجيره لدولة إقليمية لديها مصالحها الخاصة وعنداتها الخاصة. طيب. فالشعب اللبناني يعتبر أنه في الأزمات الكبرى ينتظر أن يطل عليه رئيس الدولة ويخاطبه ويجتمع الشعب إلى جانب الحكومة ويتناسى الخلافات الداخلية ولكن إلى جانب الشرعية. فهذا الأمر طيب الفراغ الذي يعيشه لبنان الساطوني الآن يعني إلى أي حد سيفتح المجال أمام اتخاذ قرارات قد يراها البعض بأنها يعني واجبة وآخرون يراها بأنها من الممكن أن تكون تدميرية؟ يعني لنكون واقعيين، يعني اليوم لبنان غير جاهز لأي حرب وأي سيناريو مغامرة جديدة. يعني في العام في حرب 2006 التي كلفت لبنان حوالي 15 مليار دولار تدميرا وأرواح وضحايا، حتى اليوم لا نزال ندفع فاتورتها. ولولا تدخل الأشقاء العرب في لبنان ودعمهم إعادة إعمار لبنان لكانت حتى اليوم يعني بعد اليوم في العام 2023 البيوت مهدمة وهناك لاجئون من مناطق معددة في بيروت وفي غيرها من المناطق. لا ننسى هذا الأمر. اليوم يعني إذا دخلنا في هكذا حرب أمام انهيار اقتصادي ولبنان نتيجة ممارسات حزب الله معزول عن محيطه العربي والدولي وواقعه الاقتصادي يعني الاستشفائي والتربوي وكل شيء منهار إلى هذا الحد، أعتقد هذا سيؤدي إلى انفجار داخل لبنان، سيؤدي إلى حرب أهلية إلى جانب الحرب التي ممكن أن تحصل مع إسرائيل. لأنه في لبنان يعني هناك تحميل مسؤولية كبير لأي مغامرة لحزب الله، إضافة إلى ذلك هناك خطاب متشنج جدا ومقسوم عموديا لم يعني غير مسبوق في الداخل اللبناني. هناك مناطق تعتبر طيب نفسها ما يجري في الجنوب. أستاذ توني كذلك يقال يعني للبنانيين بأن يعني هؤلاء يستفزون من قبل الجانب الإسرائيلي بقصف جنوب لبنان وعيت الشعب ومناطق أخرى، أو أن يعني فصائلا في الجنوب غير منضبطة مثلا أو تريد مساعدة من هم في قطاع غزة وبالتالي لابد من 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 أن تكون الساحات واحدة الآن. يعني لا شيء اسمه غير منضبطة في الجنوب اللبناني، كل الجنوب اللبناني تحت سيطرة محكمة جدا من قبل إيران وحزب الله والفصائل التابعة له. أي فصيل يذهب إلى هناك يلقي صواريخ أو يقوم بأي عمل أمني هو تابع لحزب الله بالمباشر أو بالوكالة، ولا يمكن أن يمر إلى هذه المناطق دون علمه ودون إرادته ودون يعني كامل التفاصيل. فهذا المنطقة أن هناك ميليشيات غير منضبطة وتتسلل وحدها وتطلق صواريخ يعني كأشباح غير موجودة. اليوم الحل الوحيد لتدارك الأمور أن تسلم تلك الجبهة إلى الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يحظى بثقة الشعب اللبناني جميعا، والجيش اللبناني يمثل الشرعية اللبنانية، وبالتالي تسلم الأمور إلى الجيش. الجيش ينتشر ويمنع أي فصيل مهما كان من الاقتراب من الحدود، وبالتالي هكذا نكون قد حمينا الداخل اللبناني وحمينا أهالي الجنوب الذين ينزحون من بيوتهم باتجاه الداخل بدل استجلاب قصف عليهم وتدمير منازلهم. شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب الصحفي توني بولس. دانا القيادي بحركة حماس أسامة حمدان تصريحات البيت الأبيض المتعلقة بإدارة قطاع غزة بعد الحرب بشكل لا يكون لحماس فيه الدور والتأثير، معتبرا هذا تدخلا بالشأن الفلسطيني الداخلي. في الأحاديث الصادرة عن البيت الأبيض والتي تدعو إلى ترتيب الأوضاع في غزة بطريقة لا يكون فيها لحركة حماس دور أو تأثير، لا بد هنا من الإشارة وبوضوح أننا ندين هذه التصريحات ونعتبرها تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني، ونعتبرها عدوانا على شعبنا، ونعتبر أن الإدارة الأمريكية لم تكتفي بتوفير الغطاء للاحتلال ولم تكتفي بتزويد هذا الاحتلال بالسلاح
ولم تكتفي بجريمتها في محاولة تهجير أبناء شعبنا إلى سيناء، ولكنها تأتي اليوم لتطرح عنوانا سياسيا هو تشكيل قيادة فلسطينية وفق المعايير الأمريكية. هذا أمر لن يقبله فلسطيني، ولن يقبله إلا من يريد أن يصنف نفسه في خانة العملاء والخونة لشعبنا. ما هو مخطط إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب على غزة؟ سؤال بات يتردد كثيرا في تل أبيب وعدد من العواصم الغربية. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يحشد سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا لهذا المخطط يحاول الإيحاء لحلفائه أن سقوط حماس بات وشيكا، لكن البيت الأبيض يبدو متخوفا من أن تكون إسرائيل وضعت خطة للقضاء على حماس ولم تضع بعد استراتيجية الخروج من قطاع غزة. تقارير غربية أشارت إلى خيارات أمريكية ترتكز على عدم استمرارية حكم حماس لغزة وعدم رغبة إسرائيل بإدارة القطاع بعد انسحابها منه. وتضيف التقارير إلى أن واشنطن تنظر إلى السلطة الفلسطينية بأنها قد تكون غير فعالة في إدارة القطاع، لذا فهي تميل إلى فكرة توافق إقليمي ودولي لإدارة القطاع. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لدى الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة تدرسها بعناية مثلما تفعل دول غربية أخرى. ومن بين الخيارات المطروحة ما تروج له دول أوروبية بتشكيل تحالف دولي يدير غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة. هذا التوجه تقوده ألمانيا، وترى برلين أن من مهام التحالف المقترح هدم أنفاق حماس ووقف تهريب الأسلحة إلى غزة. ليست الخيارات مختصرة في اثنين أو ثلاثة، ثمة خيارات أخرى مطروحة في الغرب. أحد هذه الخيارات تشكيل قوة متعددة الجنسيات تدير القطاع بصورة مؤقتة، أما الآخر يتضمن إنشاء قوة لحفظ السلام مثلما جرى في شبه جزيرة سيناء. وهذا الخيار لا تقبله إسرائيل ولا ترفضه كذلك، إلا أن تقارير الوكالات الأجنبية اعتبرت الخيارات الأمريكية نوايا فقط وربطت تنفيذها بالقضاء على حماس في القطاع. قد يستغرق ذلك وقتا أطول من وجهة نظر مراقبين. من رام الله ينضم إلينا الكاتب السياسي خليل شاهين، من واشنطن ينضم إلينا الدكتور أدمو غريب أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ خليل، ما مقدرة السلطة الفلسطينية على إدارة قطاع غزة فيما لو نجحت حكومة بنيامين نتنياهو ما تصبو إليه وما تنوي إليه القضاء على حماس؟ يعني إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة غير مطروحة على الإطلاق، لا من قبل الإسرائيليين ولا من قبل الأمريكيين ولا حتى من قبل يعني الأطراف الأوروبية التي تتداول الآن يعني في ما يسمى اليوم التالي ما بعد نجاح إسرائيل في تحقيق أهداف عمليتها العسكرية بالقضاء على حكم حماس والقضاء على قدرات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. بل أكثر من ذلك، أنا أزعم بأن موضوع وجود السلطة الفلسطينية حتى في الضفة الغربية بشكلها الرائن مطروح على الطاولة أيضا. يجب إعادة تدجين السلطة الفلسطينية لتصبح سلطة عميلة بالكامل للاحتلال الإسرائيلي حتى في الضفة الغربية. وهذا الأمر يعني نشهده من خلال يعني اتساع نطاق الهجمات في الضفة الغربية، اتساع دور ميليشيات المستوطنين، الحديث عن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. الضفة الغربية لا تزال تشكل جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية، وخاصة في ظل حكومة اليمين المتطرفة الحالية التي لا تخفي يعني بأنها تريد أن تضم يعني أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وهي عمليا يعني بدأت بعملية تهجير قسري للفلسطينيين في المنطقة المصنفة جيم. يعني هناك يعني تقارير تصدر عن وكالات الأمم المتحدة مثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا الذي يشير إلى تهجير أكثر من 1000 فلسطيني في المنطقة المصنفة جيم، وهذه المنطقة تشكل يعني أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية إلى مناطق أخرى. في الهجمات التي شهدناها اليوم على
يعني مناطق مثل دير شرف وفي يعني في منطقة نابلس من قبل المستوطنين وبمساعدة الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية هو لا يزال الضفة الغربية. أما قطاع غزة فإن الحديث عن إدارة قطاع غزة ما بعد يعني نجاح إسرائيل المفترض عمليا بأن يعني بأنه يمكن أن يتم، فهي كلها أفكار تنطلق من السياسة الإسرائيلية. يعني السياسة الإسرائيلية حتى الآن تعتقد أن السيناريو المفضل في قطاع غزة هو تهجير الفلسطينيين أو دفعهم إلى الفرار، والسياسة الأمريكية من الواضح أنها تتفق مع يعني ما تريده إسرائيل. يعني الأمريكيون يتحدثون عن أنهم ضد التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن إن لم يكن قسريا فهم لا يعرضون ذلك. بمعنى يعني إذا يعني ما خلقت إسرائيل أوضاع في قطاع غزة تدفع الفلسطينيين للفرار من قطاع غزة، سواء عبر الحدود مع مصر أو حتى كما يقول بعض الإسرائيليين بتوفير قوارب لهم لكي يفروا يعني من عبر البحر، ومن ينجو يعني من الغرق في البحر يمكن أن يصل إلى شواطئ أوروبا على سبيل المثال. هذا الموضوع بالمناسبة يعني يقرب إلى الهذيان الإسرائيلي والهذيان الدولي، لأن الفلسطينيين لن يقبلوا مرة أخرى بإعادتهم 100 سنة إلى الوراء إلى فترة الانتداب يعني البريطاني الذي شهدنا كيف انتهى بنكبة للفلسطينيين، نكبة ثانية بالنسبة للفلسطينيين لن يمكن أن يتم. كل هذا القصف والمجازر الدموية في قطاع غزة تؤكد بأن الفلسطينيين حتى تحت هذا يعني الموت الدائم في قطاع غزة لا زالوا متمسكين ببقائهم. طيب. حتى في مخيم الشاطئ، مخيم جباليا. طيب أستاذ خليل اسمح لي دكتور أدموم، ما الذي بيد إدارة جو بايدن لقطاع غزة الآن، يعني سواء بوجود حماس أو بغير وجودها؟ يعني أسامة حمدان يقول لا يمكن القبول بإدارة دولية لقطاع غزة من دون وجود حماس. فعلا هذه نقطة مهمة جدا. أولا أن هناك سيكون هناك رفض إسرائيلي لأي مقترحات بنوع من الانتداب الجديد أو القوات الدولية يمكن أن تقوم تلعب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين دور في إنشائها، وخاصة ولكن يبدو أيضا أن الولايات المتحدة هناك هذه الأفكار التي بدأت تطرح في الأيام الأخيرة ويبدو أنها أيضا لم تكن موجودة من قبل. كان قبل هذه الفترة الأخيرة كان ما نسمعه من الإسرائيليين ومن الأمريكيين هو خروج الفلسطينيين من غزة باتجاه سيناء وحل هذه المشكلة التي كما يروها هم بهذه الطريقة. ولكن في الأيام الأخيرة بدأنا نسمع بعض الأفكار الأخرى، وهي فكرة تشكيل قوة دولية ربما من أطراف شركاء وحلفاء للولايات المتحدة وبغطاء من الأمم المتحدة. ولكن إذا فكرنا فعلا هل يمكن أن يتم ذلك بدون موافقة مثلا مجلس الأمن؟ هل ستوافق روسيا؟ هل سيوافق توافق الصين على مثل هذا المشروع، هذا القرار؟ استبعد ذلك في الوقت الحاضر ما لم يكن هناك على الأقل نوع من القبول بذلك من الأطراف الفلسطينية والعربية. ولكن يبدو أن هذا أيضا ليس مسألة سهلة، بل أنه من المستبعد أن توافق هذه الأطراف، خاصة إذا كان هناك دور لدول اعتبرت بأنها هي دعمت الموقف الإسرائيلي. في نفس الوقت بدأنا نرى بعض التقارير التي صدرت عن أحد مراكز التحليل والاستخبار والدراسات في إسرائيل، ونوقشت هذه الأفكار في بعض برامج التلفزيون الإسرائيلي، التي أولا في البداية قالت بأنه كان يجب علينا أن نفكر قبل بدء الحرب ومحاولة الدخول إلى غزة في العمق وإعادة السيطرة عليها أن نفكر بالنتائج اليوم الثاني، وأنه هذه أيضا بدأنا نسمعها من واشنطن. واشنطن كان هناك انتقادات وصلت إلى القيادة الإسرائيلية بأن إسرائيل يجب أن تفكر بما هي الأهداف وما الذي سيحدث بعد نهاية القتال إذا حققت كما تفضلت حضرتك وذكرت، وهو حتى إذا حققت إسرائيل أهدافها في المستقبل المنظور. ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية بدأت تأخذ هذه الأفكار، بعضها التي جاءت من إسرائيل بعضها، والأفكار الإسرائيلية كما قرأت عنها
تتحدث عن عدة خيارات. أولاً الضم الإسرائيلي لغزة، وهو أيضاً هناك من يستبعده من الإسرائيليين وطبعاً يرفضه الفلسطينيين. هناك الضم المصري، وهو أيضاً حتى الآن يبدو بأن مصر لن توافق على ذلك. ثم عودة منظمة التحرير، يبدو أن المنظمة أيضاً غير متحمسة لهذا الفكرة. طيب. هناك أيضاً هذا يا دكتور إدمون إذا سمحت لي يطرح السؤال الذي نناقش فيه خلال الفترة الماضية منذ 7 أكتوبر، مسألة حل الدولتين. أستاذ خليل، حل الدولتين يمكن أن ينعش هذا المقترح، وبالتالي تجد الأطراف الدولية والفلسطينية الداخلية متنفس، وهذا بالنتيجة سيصب بمصلحة الفلسطينيين من أجل على الأقل وقف ما يجري الآن في قطاع غزة؟ يعني السياسة الإسرائيلية وخاصة تلك التي تبعها نتنياهو طيلة السنوات الماضية كانت قائمة على تعميق الانفصال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن الربط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة يحيي الأمال والتطلعات الفلسطينية في إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 67. استمرار الفصل يقضي على يعني هذه الفكرة. هذا الموضوع ليس فقط موقف نتنياهو، هذا موقف يعني التيار الصهيونية الدينية، كما عبر عنه سموتريتش وزير المال المتطرف في الحكومة الإسرائيلية بخطته المعروفة باسم يعني خطة الحسم، والتي تضع الفلسطينيين أمام 3 خيارات: إما القبول بالتهجير، وإما الاستسلام، وإما مواجهة القتل. هذا بالضبط ما يحدث في قطاع غزة بالمناسبة، يعني حاليا تنفيذ فعلي يعني خطة سموتريتش. ولذلك لا أعتقد أننا يعني أن مثل هذه الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين يمكن بحثها أو حتى يعني التفكير فيها. هناك استجابة أمريكية وتواطؤ أوروبي مع الموقف الإسرائيلي الذي يريد استمرار الفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، التعامل مع قطاع غزة باعتباره إقليما منفصلا. إذا كان هناك من حديث عن إمكانية يعني وجود قوات يعني دولية وقوة متعددة الجنسيات، لماذا لا يتم التفكير في وضع كل الأراضي المحتلة عام 67 تحت نظام الوصاية الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة، أي الضفة الغربية وقطاع غزة، كل الإقليم الذي جرى احتلاله عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس لفترة يعني مؤقتة تؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إذا كان هؤلاء فعلا حريصين على تنفيذ حل الدولتين. ما ينطبق على قطاع غزة باعتباره جزءا محتلا من الأراضي المحتلة عام 67 ينطبق على الضفة الغربية بما في ذلك القدس. ولذلك المنطقي هو أن يواجه العرب، يعني أن لا يعني يتورط أحد من العرب يعني في مثل هذه الأفكار والمبادرات والاستعداد لبحث مبادرات لإنشاء للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات إقليمية دولية أو حتى بالتمويل، وأن يطرح على يطرح هذا من قبل الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي. دكتور إدمون إذا سمحت لي أستاذ خليل أعود إليك في مسألة الإدارة، إدارة القطاع مع الدول العربية. فعلا هذه أيضا هي إحدى الأفكار التي المطروحة الآن، وقد أيدها بعض أعضاء مجلس الشيوخ، وخاصة تحدث عنها السناتور بلومنتول الذي قال ربما أنه يمكن إقامة ما سمي كما ذكر نشر في وسائل الإعلام الأمريكية أمارة في غزة، أي أن هذه وتقوم دولة أو عدة دول عربية بإدارتها. وكما أن هذه الدول خاصة والتركيز كان من قبله ومن قبل بعض الأشخاص الآخرين في مجلس الشيوخ الذين تحدثوا عن هذا الموضوع أن يكون من دول خليجية، وذلك لأن هذه الدول قد تساعد على إعادة البناء وإعادة الأعمار في غزة. ولذلك فأن هذه الفكرة مطروحة، ولكن أيضا حتى تكون هناك هذه القوة من أيضا قوة دولية تشارك في الحفاظ كما يقال على الأمن في غزة. وهذه الدول سئل إذا كانت القوات الأمريكية قد تشارك، ويبدو حتى الآن أن المسؤولين الأمريكيين يعارضوا فكرة أن يكون هناك دور للقوات الأمريكية بسبب أنه هناك ردود فعل سلبية تجاه السياسة الأمريكية، وهذا قد تكون هناك تداعيات سلبية على وجود قوات أمريكية. النقطة الأخيرة هي أيضا أن هناك بدأنا نسمع ربما عن اتصالات تجري أو ستجري قريبا جدا مع دول مثل اليابان ومع الهند
ولم يذكر ما هو محتواها، ولكن يعتقد أن هاتين الدولتين قد تكونا من بين الدول الشريكة التي تفكر بهما بعض الأوساط في الإدارة الأمريكية. طيب، وهناك اتصالات كذلك دكتور إدمون، إذا سمحت لي سريعا بنصف دقيقة، من إدارة بايدن يدرسها بنيامين نتنياهو من أجل وقف إطلاق نار بحالة إنسانية. إلى أي حد بالفعل يمكن لواشنطن فرض هذه المعادلة، أو أنها فقط للاستهلاك الإعلامي؟ أعتقد أنه من الصعب، أعتقد أن المسؤولين يفكروا بأن هذه قد تكون واحدة من أفضل السبل، ولكن أولا ليس هي غير واضحة تماما كيف ومتى ومن هو الذي سيشارك فيها، ولكن الهدنة الإنسانية هذه حتى الآن لا تزال هدنة مؤقتة، ولكن الضغوط تزداد على الإدارة الأمريكية داخليا وطبعا خارجيا أيضا. يمكن أن يذعن نعم أستاذ خليل، نعم أستاذ خليل اسمح لي دكتور أدمو، يمكن أن يذعن بنيامين نتنياهو لهذا الطلب الأمريكي فيما يخص ما نقل بأنه طلب أمريكي بهدنة إنسانية؟ يعني أعتقد نعم، يعني بعض الأوساط الإسرائيلية تحدثت هذا المساء عن إمكانية أن يستجيب نتنياهو لطلب بلينكين في زيارته يوم يعني الغد لموضوع الهدنات. يعني ما يجري الحديث حتى نكون دقيقين ليس وقف إطلاق نار، ما يجري الحديث عنه هو يعني بالإنجليزي humanitarian pause or pauses، يعني توقف تعليق للعمليات العسكرية. واليوم كان هناك توضيح من المسؤولين الأمريكيين بأن المقصود هو تعليق يعني محدد للعمليات العسكرية، محدد زمنيا ومحدد في نطاقه الجغرافي، ولأهداف محددة واضحة، إما لتمرير إمدادات إنسانية لمنطقة ما، وإما لتسهيل خروج حملة الجوازات الأجنبية من سكان قطاع غزة، أو للإفراج عن رهائن. إذن نحن لا نتحدث عن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أو وقف إطلاق نار بل هدنات، وهذا الأمر يمكن أن توافق عليه إسرائيل لغرض نعم. ما إذا شكراً. كان المقصود عدة ساعات فقط. شكرا جزيلا لكما من رام الله الكاتب السياسي الأستاذ خليل شاهين، ومن واشنطن أشكر الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور، التلفزيون الفلسطيني يتحدث عن مدير مستشفى الشفاء في غزة بتوقف المولد الكهربائي الرئيسي بها، ونحن نتابع هذه الصور المباشرة للمستشفى. نواصل مشاهدينا معكم نقل الأخبار من داخل قطاع غزة وما يجري فيها، انتظرونا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.